صباح الخير. الفيديو بتاع النهاردة هعمل لكم فيه روتين يوم كامل من اول ما بصحى من النوم بعمل ايه في فترة الدراسة. هيبقى فيه تطورات كتيرة قوي في روتيني النهاردة لان احنا في فترة الدراسة بيبقى ورايا حاجات كتير. طبعا النهاردة صحيت متأخر، الساعة دلوقتي 9:30، بس انا يومي عموما بيبدأ الساعة 5 الفجر. النهاردة نمت نومة طويلة عشان كنت تعبانة، فيلا بينا دلوقتي نقوم مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه لازم ابدا بيها يومي وهي ان افتح الستاره بتاعه الاوضه. بجد يا جماعه بتدي اضاءه حلوه قوي، وبفتح شويه كده من البلكونه عشان تدي نفس للاوضه. طبعا كده كده بالنهار بتبقى الدنيا رايقه وحلوه قوي. عايزه اقول لكم يا جماعه الاضاءه بتاعه الشمس بجد هي اللي بعيش بيها طول النهار. انا لما بفتح لكم النور بتاع الاوضه فده بيبقى لاجل بس انكم تشوفوا كويس. وبعد كده ببدا اعمل ان انا اروق السرير بتاعي زي ما انتم شايفين، واشيل الكراكيب، اظبط المخدة، اشيل السماعة والشاحن، اي كراكيب محطوطة على السرير لازم تتشال، وانفضه كويس قوي. لو محتاجة اغير الملايه بغيرها، بس انا اوريدي كنت مغيراها امبارح. وزي ما انتم شايفين كده هنا لميت الشاحن وطبقت اللحاف بتاعي. طبعا الناس بتقولي بغطي بلحاف الصيف، انا بفتح التكييف. فبعد كده زبطت المخدة وكل حاجة، هي طبعا محتاجة مكوى بس مش مشكلة يعني. بعد كده بدأت ان انا احط كل حاجة على السرير، ما كانش فاضل غير التبتوب السخنطوط ده، حطيته مكان المخدة. وزي ما انتم شايفين كده الحاجة اللي هعملها الاخيرة وهي اني احط موبايلاتي على الشاحن في الوقت اللي انا بدخل فيه التويلت الصبح. بشوف بقى الراوتر بتاعي، الايفون، الاندرويد، اي موبايل محتاج يتشحن بشحنه لو مش حنطوش بالليل. وبشحن كمان الراوتر بتاعي بالشاحن الصغير ده عشان خاطر هو اللي بفتح بيه النت مؤخرا. بعد كده بخش التويلت، ببدأ ان انا اغسل سناني واغسل وشي بالغسول واتوضى لو انا هصلي، ولو ما عنديش صلاة خلاص. الحاجة اللي بعد كده لازم نفتح قرآن الصبح كده، يعني بيفرق جدا في النفسية. بعد كده ببدأ ألعب مع القط بتاعي. طبعا هو جه جنبي وعمال يلعب في اللحاف عشان خاطر عايز يلعب وعايز يتدلع كده على الصبح. طبعا انا عندي في البيت 7 قطط، يعتبر اللي بحبهم هما 2 بس اللي انا بلعب معاه دلوقتي، وفي قط تاني موجود بس هو حاليا مش عندي في الاوضه. فعايز اقول لكم القط ده بجد بيحب جدا الدلع، وبيحب الدلع كده اللي هو تلاقوه تحسوه زي البني ادمين. القطط التانية بجد رخمه. فدلوقتي بقعد العب معاه شويه وهنقوم نحضر المشروب بتاعنا. نسيت اقول لكم ان خطوه بجد مهمه جدا، بدات ابدا يومي الفتره الاخيره باي فاكهه عموما، سواء كانت موزه او برتقانه او اي حاجه. مؤخرا يعني بقيت اعمل الحركه دي، حسيت انها بتبقى احسن. وبعد كده ببدا احضر المشروب بتاعي زي ما انتم شايفين كده. كنت بعمل شاي بلبن، انا بحب اقيس الميه الاول في المج بتاعي علشان اعمل على قدي بالظبط وما اهدرش يعني في الشاي بتاعي. وبعد كده عشان اظبطه برضو بصراحه انا متعوده على كميه معينه. وبعد كده ببدا اضيف الشاي اللي هو اسمه الكابوس، ببدا ان اضيفه على الميه المغليه، واحط كمان السكر، بس السكر بحطه في الكوبايه. واخر حاجه ببدا ان انا اعملها وهي اني احط حبهان، انا بحب الحبهان جدا. هتقولوا لي بقى هتاخدي ايه مع الشاي بلبن؟ فانا مش عارفه بصراحه، بس في الاغلب بعمل لي يا اما ساندوتش جبنه يا اما ساندوتش بيض، يا اما ما بعملش اصلا وبقضيها اشرب بس، لان على حسب يعني المود. فانا حاليا بصراحه حاسه ان انا مش عايزه اكل، ممكن احط لي بقسماط لان البقسماط برضو بيملى معايا بطني، وفي نفس الوقت بيبقى بالنسبه لي فطار لغايه ما يجي الوقت بتاع المشروب او السناك بتاعي اللي بعد الفطور. حطيته كده على النار زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين القطه كده لسه مستنياني على السرير في مكانها. فتحت الانوار طبعا لان اضاءه الشمس مش هتفي بالغرض عشان اقدر اوريكم الفيديو. ببدا ان انا اشد السجاده اللي على الارض. طبعا شايفين القط ده غتت جدا، ما بحبوش، بيقعد كده تحسوه بيستغل كل مكان وبيحب ياخد كل حاجه ليه. وبعد كده عايزه اوريكم الحاجات دي كنت وانا بروق تحت السرير لقيتها. طبعا معتذرة جدا لكل أولياء الأمور اللي هيكونوا بيشوفوا الفيديو ده. أنا بحب أحط الطبق على السرير عادي، بحب أقعد على السرير وأنا بشرب المشروب بتاعي وهاكل البقسماط.
عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، انا المكتب بتاعي ده امبارح كان متروق. هتقولوا لي ايه اللي حصل له؟ هقول لكم ما اعرفش. انا كنت قررت اذاكر قبل ما انام، فكنت حاطه الكشكول ده والكشكول ده والاقلام، فطبعا وانا جايه انام رحت رميت كل حاجه على السرير، سوري على المكتب. تاني حاجه هنا كنت بقرا الكتاب ده اللي هو الخروج عن النص، فنفس الفكره رميته هنا. بالنسبه بقى للاجنده والورق والكيس ده، الكيس ده كان محطوط فيه اصلا شيبسي، وكنت جايبه شوكليت وحاجات، ففضيته قبل ما انام ورحت رميته هنا. فانا الكركبه اللي على المكتب دي دلوقتي هظبطها، لان هي مش حاجات كتيره، يا دوب هشيل الميك اب. بالنسبه لحاجات المذاكره دي برضو دلوقتي هنشيلها مع بعض، وهوريكم انا بقسم يومي ازاي، وازاي بعمل تو دو ليست لنفسي في اول اليوم. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان اشرح لكم كل الكلام ده واحنا بنشرب الشاي بالعنب. طبعا عايزه اقول لكم ان انا اول حاجه ببدا اعملها ان انا بقسم الورقه بتاعتي لاربع انصاص كده، واحيانا بقسمها لخمسه. ببدا اكتب ايه اليوم اللي عليا، يعني او ايه اليوم اللي احنا فيه، وبعد كده انا ورايا ايه النهارده، ورايا مذاكره، ورايا شغل، ورايا تجهيز حاجات، انجزت ايه، بعمل جنبها بس صح او غلط. والجايزه دي في حاله ان انا انجزت حاجه بعمل لنفسي جايزه. هديكم مثال، وعندي برضو اوبشن العقاب. اوبشن العقاب ده في الاغلب مش بعمله كتير، لان انا اللي بكتبه دايما بعمله كله. طيب انا دلوقتي كتبت الخميس وبكتب مثلا 16، ممكن تكتبي التاريخ بس، ممكن تكتبي اليوم بتاعك بس. هتبداي تقولي مثلا وراكي، ورايا مذاكره مثلا شابتر 1، ورايا تصوير فيديو على اليوتيوب، ورايا تنزيل فيديو على الانستجرام، ورايا مثلا مشوار اروح اشتري حاجات، ورايا كذا ورايا كذا. وببدا اقسم انا ورايا ايه، وبكتب كمان الصلوات، وبكتب كمان بالترتيب الوجبات بتاعتي، الفطار الغداء العشاء. وده حاجة بتشجعني ان انا يومي يبقى منظم اكتر، ببدأ اعمل صح. لو انا انجزت الحاجة دي مثلا، لو هي كانت مذاكرة فبكتب الجايزة بتاعتي بريك مثلا 10 دقايق. طب لو هي كانت مثلا حاجة معينة في شغلي بعمل لنفسي جايزة، حتى لو كانت بسيطة، هاكل شوكليت مثلا، فاهمين قصدي؟ المهم يبقى في جايزة بغض النظر عن ايه هي. العقاب بقى في حالة ان انت برضو ما عملتيش الحاجة دي، بتعاقبي نفسك بحاجة بسيطة، يعني مثلا تقولي في الوقت ده انا مش همسك التليفون خالص، ده هيبقى عقاب. وفي نفس الوقت هعمل فيه حاجة مفيدة، هقرا كتاب، هتصفح، هقرا قرآن، فاهمين؟ طبعا ده مش عقاب، بس اللي هو انا بديكم مثال العقابات اللي ممكن تعملوها لنفسكم. بعد كده زي ما انت شايفين هنا كنت قاعدة بذاكر. وهنا بعد ما خلصت حوالي ساعتين مذاكرة، ذاكرت الاقتصاد الكلي اللي كان عندي، وكنت بذاكر بالظبط زي ما شايفين، ده الملخص، الصفحتين اللي انا عملتهم بعد المذاكرة. بعد كده قررت ان انا اقوم افطر، كنت جهت، عملت لي جبنة وحطيت عليها زعتر، قطعت طماطم وعملت شوية فول. طبعا يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا قضيتها اضاءة شمس وقعدت اذاكر في الشمس، دلوقتي فتحت لكم الاضاءة. طبعا كركبة، نوقف الاغاني علشان الكوبي رايت. خلصت مذاكرة وقلت اشغلي شوية ميوزك كده وانا بجهز. بجهز ليه؟ عندي نزولة نازلة يا جماعة. هنزل فين وهلبس ايه؟ انا لسه اي دونت نو خالص. كنت بفكر البس البلوفر اللي انا جبته من ماكس ده، هو بصراحة تحسوه جاي على شتوي شوية، او هو بصراحة شتوي، بس انا يعتبر نازلة على المغرب، فحسيت انه ممكن يناسب، فبرضو اي دونت نو. في الاغلب مش هلبسه علشان الجو لسه برضو ما بردش، بس انا لبس الشتاء وحشني جدا، فانا ضعيفة قوي قدام اللبس الشتوي. طبعا الدولاب بتاعي متكركب بقاله فترة، فالنهاردة يعني مش هروقه، مش هروقه عشان ما بقاش كدابة، بس هحاول على قد ما اقدر كده يعني اخد لفة فيه واعرف هو محتاج ايه، عشان لما اجي اروقه باذن الله المرة اللي جاية ابقى فاهمة الدنيا. طبعا ملناش دعوة بالحاجات اللي بتقع، مش عارفة اختار ايه البسه وانا نازلة، بس في حاجات هنا كتير غريبة، وهنا كمان نفس الفكرة.
جماعة أنا بجد بحتار في حوار اللبس ده، يعني بحتار بطريقة غبية بجد. فأنا هختار أنا هلبس إيه وهجيلكم بالقرار الأخير عشان ما تعبكوش معايا. وهنا كنت اخترت اللبس اللي لبسته. لبست تيشرت عادي خالص لونه اسود اوفر سايز، ولبست تحته اندر شيرت اسود، ولبست من تحت بنطلون جينز بوي فريند المفروض، بس هو كان يعني اسر شوية مع الغسيل. وبعد كده جبت رحت ماك اللي هو في سفير، وبعد كده دخلت ديفاكتو انا وصاحبتي، اتفرجت على الحاجات، اشتريت حاجة وهوريها لكم لما اروح. وده شكلي كده بعد ما روحت، وزي ما انتوا شايفين كده لقيت ذكريات قديمة خالص ليا، وهي الحاجات دي. الحاجات دي معايا يا جماعة من حوالي 2008 او 2009. كنت الفترة دي بجد بعشق الحاجات الهاند ميد، وكنت بعشق الخرز والخيوط الصوف والحاجات دي، ولقيت حاجات تانية كمان جوه الكيس. ودي حاجات كده كنت بعملها، كنت بعمل جرابات يا جماعة، وكنت بعمل تيشرتات، كنت بعمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي. فقررت ان انا استعيد ذكرياتي النهاردة وارجع اشوف نفسي هعرف اعمل او هعرف اشتغل تاني ولا لأ. لو عايزين فيديو بالتفصيل عن الحاجات دي يعني اكتبوا لي في الكومنتات، وانا الفترة اللي جاية هصور لكم حاجات من النوعية دي. وزي ما انتم شايفين كده انا عايزة اقول لكم انا لقيت عندي خيوط الوان كتيرة قوي قوي قوي، فالموضوع ده محمسني جدا. وبالنسبة للبلوفر ده اللي انا جبته كان لونه بينك كده، وبجد يا جماعة حلوة قوي، الماتيريال بتاعته حلوة جدا، اول مرة اجيب لون زي ده. يمكن الكاميرا مخليه مفرقع شوية، بس هو لونه بينك فاتح زي ما انتم مش هتشوفوا دلوقتي في الاضاءة الطبيعية. وجبت له كمان الطرحة المشجرة دي، برضو قررت ان احط فيها درجات البينك كلها، وبصراحة هي شكلها من بعيد حلوة بس ما جربتهاش. فان شاء الله الفلوج اللي جاي هجربها معاكم وهنشوفها مع بعض في اللبسة هتبقى عاملة زي. وبس كده، دي الحاجات اللي انا جبتها النهاردة، وجبت كمان